يا نهار ابيض لا يا جدعان يا البتاع ده نهار ابيض يا نهار ابيض. مرحبا بكم في سالت اون بلانت، حلقه جديده من برنامجكم تلاقى نقعد مع الذي يشاجي في رمضان، البرنامج الذي اذا مرض فيه واحد لازم التاني يلبس المرض بعديه على طول. سلامتك يا زميلي. الحمد لله. سلامتك. انا زي الفل. ما كانتش متوقعه بالمره، خد بالك. لا الحمد لله زي الفل. الحقيقه ما كانتش متوقعه. شويه شخشخه في الصدر بس، شويه حرقان في الزور. الموضوع ده غريب. شويه سلام في المناخير، شويه درجه عاليه، يعني شويه حاجات بسيطه. الموضوع ده غريب. شويه حاجات بسيطه. الموضوع ده غريب حرفيا. الحمد لله. ولكننا مستمرين رغم الاعاقه. معنا ايه النهارده؟ خشب. معنا النهارده باشا شاب بشير. ايه؟ شاب بشير؟ ايوه، ومعاه اكرم ماجد. التراك اسمه يا عازم. يا عزام الدوار. يا عزام الدوار. اه يا عزام الدوار. يا عزام الدوار تقريبا بينادي على حد بيقول له يا عزام خد بالك الدوار. لا يا عزام الدوار ده تقريبا اللي هو الشخص اللي بيحرس الدوار، صاحب الدار حاجه كده. ايه اللي جاب الدار للدوار؟ امال الدوار ده اللي هو ايه؟ الدوار ده ممكن يبقى الدوار اللي هو حاجه اللي هي الملف ده اسمه دوار، ما اعرفش. يا عزام الدوار ده. طيب ندخل احنا ونشوف. ندخل ونشوف احنا الحاجات الاسئله الوجوديه دي. مش هينفع نكمل فاكتي. قشطه يا جدعان، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتروحوا على قناه دادي وشاجي بالعربي، وما تنسوش الفيسبوك وما تنسوش الانستجرام، وما تنسوش تقولوا لعم دادي انه دخلنا في التفاصيل. ما تنسوناش احنا. يلا بينا. ولا لا بس الجماهير موعد الدخول في التفاصيل. سيل 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 شبشير. اوكي. عزم الدوار يا عزم الدوار يا عزم الدوار، كان جديد يا عزام، رجع سرقت له شام كيما كانت في الدار. يا عزم الله 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 يا جدعان. ايه ده الراجل اللي كان بيخبط على التيمبو ده؟ طالع فوق قوي، طالع فوق قوي، كان عامل تيمبو يدرس. بس في حته دريمي كده حلوه، وفي جمدان في اللحن. الليركس مش فاهم معناها. دريمي 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 خالص. انا الصراحه برضو لسه مش عارف. عزام الدوار هنا معناها الدار. ده مليان ملهاش حل. مش عارف. لا مش عارف. ملهاش حل. مش عارف اذا كانت اسمها الدار ولا لا. ممكن الدوار ده يكون اللي هي منطقة بتبقى دايما فيها ارياف والحاجات دي، يقول لك الدوار زي عندنا كده برضه. سنه كلمه الدوار. ما هو الدوار عندنا عند البيت. لا لا يا اسطى، الدوار عندنا مش البيت. الدوار عندنا البيت. ايوه طب الدوار ده بيبقى الدوار زي في الصعيد بتبقى زي ساحه كده، يقول لك انت رايح فين؟ رايح في عند الدوار، دوار العمده مثلا. دوار بيت العمده. لا ما اعرفش اذا كانت بيت. لا الدوار ده اللي هو البيت الكبير اللي بيبقى فيه فسحايا وبيبقى فيه حته فاضيه في النص. ما اقدرش اجزم لك لان انا مش متاكد من تلك المعلومه. تمام. بس انا دوار دوار دار دار بيت مش عارف. ما اقدرش اجزم لك فيها الصراحه. انا حاسس ما عنديش معلومه. يا عزام الدوار دي معناه اللي هو حد المسؤول عن الدوار، او يا اهل البيت، او يا حراس البيت. حاسس حاجه كده. احنا نسمع تاني عشان احنا المزيكا الصراحه سحبتنا اكتر من الليركس. يا عزم الدوار يا عزم الدوار، كان جديد يا عزام، رجع سرقت له شام كيما كانت للدار. كيما كانت للدار يا سيدي. يا عزام رجع زرقت له شام كيما كانت في الدار. الدار صريحه. ايوه كان ممكن يقول الدوار. أيوة. هو ده تحليلك. ما اعرفش. انا ما اعرفش الصراحه، مش عارف اجيبها ازاي، بس يعني انا حاسسها كده، هي ماشيه معايا كده. يا عزام الدوار سرقت له، كان نسيت يا عزام، رجع سرقت له شام كيما كانت في الدار. يا عزام الدوار يا عزام الدوار يا عزام الدوار يا عزام الدوار. انا مجنون، النهايه بيها ممحونه، غيالي بالغزل.
لا يا جدع لا يا جدع استنى كان طالع يا جدع نحن نسمع قطعه فنيه كان طالع السلم الموسيقي يا جدع هي ورده في بستاني بيشم لا يحصل يسهر الليل عالية ايوه الله الله شوف يا زميلي طبعا انت عارف انا هقول ايه دلوقتي حالا دي اعظم مره سمعت فيها المزود التونسي المزود صراحه مش عارف انت كل مره بتقول كده لا بس انا هنا في الحته دي الصراحه علشان انا طيب المزيكا بتاعي اصلا حته هاوس شويه او الكترو شويه فانا عاجبني قوي المزود لما دخل هم سحب عاملين ايرثنج في الصوت بتاعه وده فانا دي اللي هو ذكرني ايه بسمعها كالكترو انت فاهم فحط الموضوع في حته تانية خالص بالنسبه لي انا يا جدعان بسم الله ما شاء الله مش فاهم التراك عايز ايه ولا انا والله يعني صراحه يعني في حته اللي هو ايه اتمناها تكون حلالي والحاجات دي ماشي بس انا التراك كمجمل إيه عايز ايه انا مش عارف على ايه انا ما اعرفش صراحه صراحه الكلام صعب الكلام صعب اول مره يصادفنا الكلام بالشكل ده حقيقي وده برضو يخلينا نسال سؤال هو الموضوع ده طبعا منطقه مين ده اللي يعني اعتقد والله اعلم ده الجنوب هو الجنوب اكيد الجنوب يعني لا محاله بس فين بقى في الجنوب لان ده واضح ان في كلام معين كمان جربة تحديدا في الجنوب عايز تعرف فين بالظبط جربة تحديدا هو اي حاجه جربة خلاص انا تحتي بقى جربة على اللي نعرفه اللي نعرفه بس احسن من اللي بنعرفه بس مش عارف صار الكلام بس بعيدا عن الكلام يعني في بحر الاداء بس. يعني الاداء الصوتي اللي بيتغير ما بين كل كوبليه والتاني مع المزيكا الدريمية اللي بتوديك في حتة تانية اتفضل يا باشا اتفضل ودي يا جراي الفنجال يا جراي الفنجال يا جراي الفنجال, يا جراي الفنجال. كر اللوبان بخر بيه للجان خلي يجيب الاخبار دير عشعش وبخور جيب لي بدر البودور الله الله الكلام يا سيدي طالب ناجيت حليلي راني تكويت فينا حبيبتي ايه يا عم ده فينا حبيبتي معملتك معنى الكلام عاوني لا استنى اقول ما قدرناش والله والله ما قدرناش نفهم معنى الكلام ده نازل من سنتين لا بس الكوبليه الثاني مفهوم الكوبليه الثاني مفهوم بس برضه يعني الليله على ايه هو تقريبا كده بيحب حد يا جريت الفنجان لا بيحب حد وبعيد عنه ولا يا جريت الفنجان جيب لي اي اخبار افهم معنى الكلام عاوني يا عزب والذكراه موجوعة طالب منك رجوع عندي مدة وعوام من الشفاك أنا في منام يا سيدي العزام رجع ريم الغزلان يا عزام الدوار يا عزام الدوار يا عزام الدوار يا عزام الدوار كانت جيد يا عزام رجع زرقة الوشام كما كانت في الدار يا لهو كان السيد يا عزام رجع زرقة الوشام كما كانت في الدار الله الله على مزيكا يا جماعة يا عزام لا ينهر ابيض لا يا جدعان البتاع ينهر ابيض ينهر ابيض استوديو ستار فويس مزيكا ميكساج ماسترنج اسمار وص ده حقيقي ده عامله ملحمه عامله ملحمه في المزيكا ده حقيقي التوزيع خزعبلي ودنك مرتاحه ودنك مرتاحه وبتسمع كل شويه قلب تخش مع ان المزيكا عاليه بس لا حلوه قوي الصراحه لا بص انا المود نفسه حتى بتاع يعني الصوت سوفت جدا وطالع بطريقه ودنك مرتاح يعني خليك فعلا تغمض عينك وهتسرح تروح لمكان طبيعي ان هتسرح تروح لمكان جربة تحديداً جربة الخضار والجبال والليالي الملاح الصراحة جامد جدا الحتة دي قطعة فنية اللي هي القطعة اللي هي بلام بس عزام الدوار انا حاسس ان هي عمار البيت عمار البيت ده شغل جن ده حاجة شبه كده
يعني عزام الدوار عندنا زي عمار البيت كده. هي تمشي هي تمشي لان هو عندنا عمار البيت ده اللي هو بيقول لك يعني فيما وراء الشلاحات يعني يقول لك ان عمار البيت دول ناس بيكون ساكنين البيت بتاعك وممكن يقرروا ان هم ياخدوا اي حاجه ويمشوا وممكن يرجعوها برضو في اي وقت. فهو التراك رايح في السكه اللي هو بتاعت هو بيدور على حبيبته اللي مش لاقيها. فهو ممكن يكون بيسال عزام الدوار انا كنت سايبها هنا راحت في ايه ده في ايه هو لا هو بيترجى ان هو انها ترجع تاني او يرجع حاجة كل حاجه زي ما انا عبقري انا عبقري خلي هو حتى خد بالك بيقول لك مش عارف رجع زرجت لوشام يعني حتى ممكن دي ممكن دي تكون مثلا كان حاجه مثلا على الحيطان مرسومه ممكن ممكن يكون وشم فعلا زرجت لوشام دي زرجت دي اللي هي الحقنه قولوا ان انا فنان قولوا ان انا فنان قولوا انت فنان كده كده الحمد زميل. لله انت فنان كده جدا حبيبي يا اسطى تسلم 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 اسطى. خلينا نقول ان دي كانت حلقه النهارده من برنامجكم اللي كان معاكم مستر دادي وشاقي سلام.